مهندس شين من الغياب. تمام. Now شين من الغياب. كورس سوليد بيست اند بارتيكولات سوليد. تمام. هسه فاميليار بتون مهندس. نعم. شين من الغياب لانه حضرت المحاضرتين والله. مين انت؟ دانا. هنكمل هسه. المهم في عندنا سام فاميليار ميثودز اوف سايز اناليسز. ناخذ احنا هاي الطرق، راح ناخذ هاي الاولى بس شفتوها، راح ناخذ الاولى اللي هاو تو سايز فايند ذا سيفينج ذا سايز اوف ا سيرتن سوليد بارتيكلز. هذا السوليد ممكن يكون ريجولار ريجولار، بدي اطلع السايز له عن طريق واتس كولد سكرين اناليسز. بعدين في عندنا الطرق المتقدمه الكتريكال سينسينج زون، عندك الليزر ديفراكشن سبكتروميتري سيديمنتيشن اند التريشنز اوبتيكال مايكروسكوبي اند الكترون مايكروسكوبي، وكل واحد الى سايز رينج معين. احنا بهمنا اول وحده بس، لو احنا هاي عباره عن نبذه صغيره عن برنسبل اوف ليزر هاي ديفراكشنز. مهندس هذا اللي ذكرتهم، هذول الطرق مشان احدد فيها السايز تبع الريجولار شيب. عندك الريجولار شيب يطلع السايز اللي الريجولار هذول بيطلع السايز، فانا هاي طرق منها. احنا بيهمنا الطريقه الاولى اللي هي السكرين اناليسز. هاي السكرين اناليسز اليوم بدي اعطيكم مقدمه عنها، بعدين الحسابات. اليوم بس مقدمه. اول شو يعني سكرين اناليسز؟ المنخل، حدا يعرف شو يعني المنخل؟ اللي زي الشباك. منخل شباك. زي شباك منخل نخلات، او بسموها مشات مش بالانجليزي، واضح ولا لا؟ طيب هسه خلينا نشوف يعني اول شيء شو هو المش. عباره عن منخل، طلعوا عباره عن منخل. نعم. هذا المنخل له فتحات، هي فتحات مربعه، واضح ولا لا؟ معي انت ولا لا؟ تمام تمام تمام. هسا مش اربعه، شو معنات مش اربعه؟ الفتحه تبعتها تساوي 4.699 ملم، واضح ولا لا؟ فاذا انا رحت على محل مواد بناء او اي محل قلت له اعطيني منخل مش اربعه، بعرف انا انه البارتيكلز اللي السايز لها اعلى من 4.699 بتنحجز عليها، والبارتيكل اللي السايز لها تساوي او اقل من 4.699 تنزل تحتيها، تنزل منها تنفض يعني، واضح؟ So all the particles having a size higher than 4.699 will be retained. Retained بتم يعني، والبارتيكلز الاصغر تنفض منها، واضح ولا لا؟ تمام. طلعوا بشكل، طلعوا هي عباره عن فتحات مربعه، شايفينها؟ الصوت اللي عنده صوت بطيء الله، فتحات مربعه. تمام. هاي بيعطيك ايش اللي هو السايز تبعت الفتحه، ماشي تمام ولا لا؟ طيب المش رقم 20، شو معنات مش 20 ستاندرد؟ شو معنات 20؟ يلا المش رقم 20 اول شيء، شو معنى 20؟ كيف شو 20؟ يعني 20 اوبننج بين انش سكوير. اعيدها ولا ما اعيدهاش؟ مهندس يعني قصده في 20 فتحه لب المنخل نفسه؟ لا 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 هاد. ايش مربع يعني؟ 20 مربع يعني موجود. جيب المنخل، افهمني، جيب المنخل وخذ منه انش ضرب انش، بتلاقي فيه 20 فتحه. حلو. الفتحه الواحده بتنزل كل فتحه تمنع اي بارتكل سايز اعلى من 0.833 تفوت، واضح؟ هاي كل الحسابات هون بالنسبة للإنش صح؟ ايش عيد عيد الحسابات هون ال20 او ال14 او ال12 مش كله بالنسبة للإنش؟ هاي
عدد الفتحات بالإنش مربع ما لا خص في الأوبنينج سايز تمام. خلص بالإنش أنا هذا بدي أوصل له. أحكي المش 12 المش 12 معناتها عندي 12 خزق أو 12 فتحة في الإنش مربع. بغض النظر عن عدد الفتحات في المش بغض النظر كل الفتحات في المش 12 بتمنع أي بارتكلز أعلى من 1.397 مليمتر إنها تفوت. All the particles having size lower than 1.397 تنزل تحت. واضح ولا لا؟ وإذا بتساويها إيش بيصير؟ نعم؟ إذا بتساويها؟ إذا بتساويها بالغالب بتعلق هي. بالغالب بتعلق. ليش بتعلق؟ لأنه الثيكنس تبعت الماده السيليكون اللي هي بتعمل ثيكنس زياده وبتمنع البارتكل سايز اللي تساويها اذا تفوت. بمعنى اخر المش 12 the particles that comes out مش نمبر 12 has a large size diameter lower than 1.397 not equal to لا lower than. واضح ولا لا؟ واضح. هذا شايفين مناخل هاي كان عندنا زمان في مختبر اليونت في الجامعة مناخل بحطونا على الجهاز. هذا الجهاز رجاج بدل ما واحد يهز بإيده هذا الجهاز التحت فايبريتر برج والمناخل بتكون مرتبة فوق بعض وبصير تنزل الأنعم في الأنعم وتحت بيكون عند المشمية بيكون أنعم إشي. واضح ولا لا؟ طبعا في مشات بتكون بين 35 و48 مش موجوده هنا بس بالسايز العام هيها موجوده طلعوا عليها شايفين 4 6 8 والجنرال هيها هاي الكامله. انا بنمش 2 ونص طلع لحديت مش 200 شايفينها. طبعا سؤال شو معنى مش 200؟ يلا شو معنى مش 200؟ يعني في 200 فتحة بالواحد إنش مربع. لأنه 200 فتحة شو تتوقع السايز لها تكون very small صح ولا لا؟ صغير كثير. أيوة تمام تمام تمام. هسا خلينا شوية. طبعا السؤال اللي سألته البنت مين هي مش عارف اللي قالت إذا كان السايز 1.397 قلت لها إنه بسبب هيا the openings are square each screens are defined in a mesh pair each the actual openings are smaller than the corresponding to the mesh members because of the thickness of the wires. بالتالي أي particles تساويها راح تعلق فيها بسبب thickness of the wire السلاك نفسها. أوكي؟ طيب خلينا نفهم شو معناتها. أول شيء خلينا على المش 14 والمش 20 تعالي تونش معاي ماك. طبعاً في التوب بيكون عندك الكورس وتحت بيكون عندي الفاين بارتكل صح ولا لا؟ صحيح. الكورس بارتكل خشنة بتكون على إشي المش 14 والمش 20 شو راح يكون بينهن؟ يلا يلا شو راح يكون بينهن؟ حدا بعرف؟ راح يكون البارتكل سايز اللي أقل من 1.168 والبارتكل سايز اللي أعلى أو تساوي 0.833 صح ولا لا؟ صحيح. إذا بعرف أنا إنه بين المش 14 والمش 20 بعرف انه البارتكل سايز ديستريبيوشن راح يكون اعلى بارتكل سايز اقل من 1.168 واقل بارتكل سايز شو يساوي 0.833 ملم. واضح ولا مش واضح؟ واضح. فاي شيء تحت ال 14 فوق ال 20 برمز له 14 على 20 او ناقص 14 زائد 20. واضح ولا لا؟ هاي الرموز بدكم تعرفوها في الامتحان. شفتوها ولا لا؟ يلا شو واضح مهندس. 14 على 20 معناتها all the particles retain between مش 14 and مش 20 او ناقص 14 زائد 20 all the particles retain between مش 14 and مش 20 retain معناتها محجوزه. the particles that are retained يعني محجوزه بين 14 وبين 20. وضحت ولا لا؟ وضحت. ديروا بالكم انا قاعد بعمل لكم شغلات تفهموا اول شيء فيها. طب بدي اسالك سؤال الكل يفهم معي. سؤال
سؤال، لو كان العينة اللي بدي أشوف السايز إلها وزنها 2 كيلو جرام، إيش وزنها؟ يلا 2 كيلو جرام، أوكي 2 كيلو جرام، أوكي 2. وجيت هلا بين 14 وبين 20 البارتكل اللي حجزت فيها وزن طلع 300 غرام، شو بكون الفراكشن تبعها؟ 300 غرام تخزين 2000 غرام، صح ولا لا؟ صحيح. بيطلع الفراكشن شو يساوي؟ تقريبا 15%. واضح؟ فهمتوا علي؟ بس عشان تعرف كيف بصير عندك، فراح اقول لك انت انه 15% باي ماس ريتين بين 14 الى 20. اذا حجم العينه الماس اوف ذا سامبل 2 كيلوغرام و15% محجوز هذا، معناته 300 غرام. واضح؟ طيب يلا خلينا نشوف شو معناته هاي. هذا اكزامبل، اكزامبل طلع عليه، يلا طلع عليه المش 14، المش 4 يا ربي، كم السايز له؟ يلا 4.699 مليمتر، صح؟ اكس اي شو هاي تساوي؟ زيرو. شو يعني زيرو؟ يلا مول ماس فراكشن، يعني انا العين اللي حطيتها ولا اشي فيها علق على اول مش، كل اشي نزل، مزبوط؟ صحيح. بنات شباب فاهمين علي ولا لا؟ الو تمام. واضح. كل يعني لو عندي انا باودر او تراب نزلته المش 4 all of the particles المش 4.699 4 تمام، كل البارتيكلز نبدت ما بلش عليه ولا شيء، فالماس فراكشن زيرو، تمام، فالاكيوميليتف واحد، واحد ناقص صفر، صح ولا لا؟ مظبوط. هذا الاكيوميليتف واحد ناقص اللي ضل، ضل واحد. طيب جبت البارتيكلز اللي ظلت معلقه على المش رقم 6، وجدت انه الفراكشن لها 0.0251، واضح ولا لا؟ تمام. لو كان عندي حجم العينه مثلا 10 كيلو جرام او 100 كيلو جرام، معناتها 2.51 كيلو جرام معلقتها، لو كان حجم العينه 100 كيلو جرام، مع معي كل الفاهمين ولا؟ طب شو معنات 0.0251؟ الماس فراكشن يعني 25251 في الالف من هاي العينه السايز لها، يلا شو ماله؟ اقل من 4.699 واعلى من 3.277، صح ولا لا؟ مهندس يعني هون لو بنعرف الحجم الفعلي اللي نزل نضرب اللي هو 251 بالالف ضرب الحجم الفعلي اللي حطيناه، مش حجم الناس، ماس الماس الماس سوري الماس. احنا بنعمل اسامبشن انه حطيت انا واحد تمام. هسه تمام، هسه انت هدفك انك تطلع البارتيك سايز، فهمني يا شباب. هاي شوف على الديسك طلع الناس على شكوى على الفزاي على الديسك، ايش اصلا يلا بسرعه يلا بس الصوت اوكي. هسه انت تهمك في الحسابات طلع البارتيكل سايز، معايا شباب معايا ولا ايش معايا انتم؟ لا معك مهندس. شوف علي البارتيكل المحجوز بين مش 4 ومش 6 لها سايز شو يساوي؟ يلا شو السايز تبعها؟ اقل من 4.699 واعلى من 3.327، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ صح مهندس. اذا مزبوط البارتيكل لها شو تساوي؟ الدي بي لها افريج طبعا شو يساوي؟ يلا تساوي 4.699 زائد 3.327، هذا الكل جماله الكل اثنين ويساوي 4.013 اللي هو هاي. وضحت؟ انت شو معنات هذا؟ هذا البارتيكل ديمتر صح مهندس؟ طبعا هذا عمود اكس اي
هذا حسب السؤال، لكن العمود الاول الثاني هذا وهذا وهذا ثابتات على طول، هذولا ما عندناش خلص في الماس معي تدوش معي. اوكي اوكي. اذا هاي زائد هاي تقسيم اثنين بيعطيك هاي. لو نرجع نروح على ايش؟ نروح على الجنرال 1 طلعوه هيو الكل يطلع معاي. بس هذا اللي هو التابل عندك معطيك العمود الاول اللي هو المش، العمود الثاني الكلير بيهمنيش، بيهمني الكلير اوبننج بالمليمتر هذا اللي بيهمني. لاحظ انت وين 4 و6 هي 4.6 × 3.92 شفتوها ولا لا؟ هاي زائد هاي تقسيم اثنين شو بيعطيك؟ هاي زائد هاي تقسيم اثنين بيعطيك ايش؟ بارتكل ديميتر. اللي وين؟ اللي وين ضلت يلا؟ هيا هاي اعطاني شو هاي؟ الافرج بارتكل ديميتر للبارتكلز اللي اقل من المش 4 واعلى من المش 6 between 4 and 6. وضحت ولا لا؟ أوه. طيب هذا شو معناته الرقم؟ هذا عبارة عن 2.362 plus 3.327 over 2 أعطاني هذا. البارتكلز between مش 6 and مش 8 الأفرج بارتكل سايز إلهم أقل من 3.327 وأعلى من 2.362 إذا تساوي 2.845. وضحت ولا لا؟ وضحت. اذا بين المش 14 والمش 20 الافرج بارتكل سايز 1.001 هذا ثابت على طول، يعني الرقم هذا ما بيتغيرش لانه المش 14 ثابت 1.168 والمش 20 ثابت 0.8333. اذا 1.168 زائد 0.8333 تقسيم الثاني يساوي 1.001. واضح ولا لا؟ هذا العمود بيجيك جاهز ثابت، اذا ما اعطيتكش اياه بقدر تطلعه انت، صح ولا لا؟ هذا الرقم شو يساوي؟ يساوي هذا زائد هذا تقسيم اثنين، واضح ولا لا؟ تمام؟ الو واضح. طب مهندس الماس فراكشن هاي لشو؟ ايوه هسا نرجع الماس فراكشن على السؤال. قلنا 0.0251 هاي عادي بعد ما خلصت عمليه سكري اناليسيز رحت فتحت الجهاز واخذت اول مدخل لقيت عليه زيرو، اخذت المنخل الثاني اللي هو مش 6 وزنت اللي عليه طلعت 0.0251 على اساس انه حطيت 1 كيلو جرام. يعني انت لا يعني هي الماس فراكشن الاشياء اللي ما دخلت او علقت، يعني اللي علقت اكزاكتلي. يعني هذا مش 8 معناتها 0.12 مثلا لو كان وزن العينه 100 كيلو جرام شو معناتها؟ 12% منها ما دخلش 12 كيلو جرام. طلعنا معلقات بين 6 و 8 هذول البارتكل سايز اللي هن افريج شو يساوي؟ 2.845 اكزاكتلي. شكرا عليكم، بكره ان شاء الله بنكمل. سلام عليكم. والسلام عليكم.